صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ علي جراح الصباح بأنه وبفضل من الله تعالى ونعمته قد غادر حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه مساء أمس أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح، وكانت مطمئنة مبتهلين إلى الباري عز وجل فيديم على سموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافية.